هي محرز راجع لذهاب الماضي من المنتخب الوطني. أنت كمحلل كمتابع كلاعب دولي سابق، كيف قرأت طلب رياض محرز بالإعفاء؟ هل تعتقد بأنه يريد أن يتقاعد من المنتخب الوطني الجزائري، يريد أن ينهي مشواره مع المنتخب، أم أنه مجرد طلب يعني استراحة محارب وسيعود بعد حين؟ اوكي، اليوم ما كانش الوقت محمد، انت تعرف باللي هذا هو دات فيفا الاولى ونستناو الثانيه حتى شهر جوان على ما اظن، يعني ما راحش المدرب تكون عنده فرصه باش يشوف محرز في المنتخب الوطني، ربما راح يشوفه في النادي تاعو لكن ليس في المنتخب الوطني. اذا كان يعني طالب هذا العفو هذا ينقل راجع للنكسه تاع كاس افريقيا، نظن باللي عده لاعبين موجودين في نفس الحاله وما طلبوش الاعفاء من المنتخب الوطني. بالنسبه لي انايا محرز بدايه محرز الخروج من المنتخب الوطني، بدايه نهايه لمحرز نظن له، لا يريد يكمل في المنتخب الوطني، خاصه اذا كانوا يعني تعرف المنتخب محمد كان اصدقاء اصدقاء تربطهم اخوه متينه، وفي بعض الاحيان اللاعبين لما يمشيوا حتى القائد او اي لاعب يقول لك انا اصحابي مشاو ما نقدرش نقعد مع جيل جديد، لازم نمشي مع اصحابي. نأمن، هل اتخذ محرز قرارا حكيما بطلبه الاعفاء من هذا التربص؟ المنتخب الوطني اكبر من اي اسم، المنتخب الوطني اكبر من اي لاعب مهما كان وزنه ومهما كان النادي الذي يلعب له. على محرز أن يتذكر أنه الآن ليس محرز مانشستر سيتي، الآن يلعب في الدوري السعودي، حتى في الدوري السعودي يتلقى انتقادات كثيرة ولاذعة، ولو أنني لست مع هذه الانتقادات لأنه إحصائيا وقلناها في حصة سابقة أحسن لاعبي فريقه، ولكن محرز ليس في أفضل مستوياته. لو على الأقل لو قرر محرز أن يعتزل دوليا كان عليه أن يخرج ويتكلم جهارا نهارا، لا مشكل في هذا الأمر. تراجع مستواي، أعتقد أنني لا أستطيع أن أقدم أي إضافة جديدة للمنتخب، لذلك أريد أن أترك مكاني للشبان. أما أن تتصل بالاتحادية وبالناخب الوطني وتطلب الإعفاء من تربص شهر مارس فهذا مرفوض ومرفوض تماما. تخيل معي لو كنا متأهلين الآن إلى كأس العالم، هل كان رياض محرز يطلب الإعفاء من الذهاب إلى كأس العالم؟ لا أبدا. لو كنا مقبلين على مباراة مهمة أمام منتخب برازيلي أو المنتخب الأرجنتيني، مباراة ودية، أتكلم عن مباريات الودية، هل كان محرز يطلب الإعفاء من التربص؟ أبدا. لذلك هذا الأمر وهذا التصرف غير مقبول ومرفوض تماما، والمنتخب دائما يجب أن يبقى فوق الجميع. وأنا لو كنت مكان بيتكوفيتش لن أستدعي رياض محرز مستقبلا إن لم يكن لديه عذر قوي مثل ما قال قاسي السعيد قبل قليل. لماذا؟ لأنه بيتكوفيتش هذه أول قائمة يفصح عنها في مشواره مع المنتخب الوطني الجزائري، عليه الآن أن يفرض الطاعة داخل صفوف المنتخب الوطني الجزائري. إن فتح هذا الباب أمام رياض محرز فعليه أن يفتحه أمام لاعبين آخرين. إن أغلق هذا الباب نهائيا بداية من رياض محرز فهذا الأمر سيغلق نهائيا، ولن تكون هناك مطالبات أخرى من لاعبين آخرين، لن يتجرأوا على طلب الإعفاء من تربصات المنتخب الوطني الجزائري. إن كنت ملتزما مع المنتخب الوطني الجزائري فأنت ملتزم في المباريات الكبيرة، في المباريات الصغيرة، حين نواجه البرازيل وحين نواجه ناميبيا لا تلتزم ببطولة وترفض القدوم إلى دورة ودية مع المنتخب الوطني الجزائري. صحيح أننا خرجنا من كأس أمم إفريقيا، ربما الضغوطات كبيرة على رياض محرز، ولكن أنت قائد المنتخب الوطني الجزائري، عليك أن تأتي إلى المنتخب وتفرض اسمك وتقول على أرضية الميدان بالأداء أنا لازلت موجودا وأستطيع أن أقدم الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري. أنا أسير في النهج الذي سار عليه قاسي السعيد، أعتقد أن رياض محرز اتخذ هذه الخطوة تمهيدا ربما لإعلان اعتزاله الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري. نعم، ميدو، هل ارتكب محرز خطيئة عندما طلب بالإعفاء؟ شاهدنا ميسي في المنتخب الأرجنتيني يطالب بإعفائه، شاهدنا محمد صلاح مع المنتخب المصري يطالب بإعفائه، لماذا قامت القيامة على رياض محرز؟ يعني بسبب أنه رياض محرز أنه أداؤه لم يكن في المستوى في كأس أمم إفريقيا. نعم، لأنه ما حدث بعد رحيل الناخب الوطني كانت فيه العديد من الأنباء التي تضاربت حول إمكانية رحيل العديد من اللاعبين من المنتخب الوطني،
لذلك اعتقد بانه كما قال القاسي سعيد الجميع ربط هي عباره عن سلسله، كل واحد ربط حاجه بحاجه الى غايه الخروج بانتاز هكذا اللي فيها انه محرز رفض القدوم. لكن اعتقد لو نعود قليلا الى الخلف، ليست المره الاولى التي اراد فيها محرز ربما التوقف مع المنتخب الوطني، لانه يعني بعد الاقصاء من التاهل الى مونديال البرازيل، المونديال عفوا مونديال قطر 2022 لما اقصينا من المنتخب الكاميروني، محرز كان يريد تعليق الحذاء دوليا والاكتفاء باللعب مع مانشستر سيتي. الناخب الوطني السابق اقنعه بالعدول عن الفكره والعوده لتمثيل المنتخب الوطني، عاد لم يقدم ولا شيء تقريبا، نفس ما كانش بالمستوى اللي كان به من قبل. جوي كونتر فولونتي سي با بيان، انك تلعب ضد رغبه، تفرض على لاعب يلعب ضد رغبته، هذا شيء غير ايجابي. نزيد نروح لك شويه بعيد اكثر، لما كان فايد الي لودزيتش حينها مطمور وبالحاج طالب بعطله دوليه، فقرر فايد الي لودزيتش وضع حد لمسيرتهما الدوليه معا، يعني كان نحازياني بعد التربص الذي بعده مطمور وبالحاج طالب بالاعفاء من القدوم الى التربص والتفكير في مستقبلهما الدولي، فوضع لهما يعني عبز على زر ستوب واوقف مسيرتهما الدوليه انطلاقا من ذلك. لذلك كما قال لك بن شابير، اليوم تصرف محرز، شوف محرز ليجون دو فوتبول الجزائري، اسطوره في كره القدم الجزائريه، قدم كل شيء، فاز بالعديد من الالقاب، رفع رايه الجزائر عاليا في اوروبا، في ابرز دوري في العالم هو الدوري الانجليزي، افضل لاعب في الدوري الانجليزي 5 مرات الدوري الانجليزي، كل شيء. يعني ما تحدثوش على مسيره محرز كلاعب، نحطوها ابار، نتحدثوا على لو جاست اللي داروه هذه المره بطالب الاعفاء. ان كان طالب الاعفاء لعذر حقيقي ولازم، ما هو العذر الذي يمكن ان نجده لمحرز؟ يعني ماشي تلقى له عذر، العذر اللي اعطاه هو وشنو. لكن ان كان هذا العذر هو تمهيد ربما، ولا حبي سي ابي بري مع لونطرينور كيفاش كومون سافايت باسكو نحبو نكرهو، سيتي لو شوشو نيميرو ان تاع لونسيان سيليكسيونور، نحبو هذا حقيقه لا يخفيها احد. محرز سيتي لو شوشو نيميرو ان تاع جمال بالماضي، محرز سليماني وما يبداو يجيو الاخرين. لذلك ربما لي بريفيلاج اللي كانوا عنده مع بالماضي ممكن يقول لك انايا مع هذا جديد لا نوفال مونتاليتي، الناس كيفاش يتخمم. الانتقادات اللي جات لاذعه في كاس من افريقيا بالنسبه للاعب واللي خلاته يخرج ويصرح بطريقه انا اليوم نعتبرها عشوائيه، انك تيري على الناس تقول لهم نو ني سول ويا نو فامي افيك نو، نو خويا انت تي ريبريزونت لالجيري، الشعب كله، الشعب تشمي المايو د لالجيري، اون فوا تلبس قميص المنتخب الوطني الله غالب، انت لا تمثل العائله ولا ما تمثل الشعب، لازم تحمل اليوم باسكو تشوف لي كريتيك اللي توكال للاعبين من البطوله الوطنيه، غير حمدوا ربي انتم لاعبين راكم تجيو محترفين، لانه ما كاش تلقاو نفس المعامله ولا ما يلقاوها اللاعب المحلي. هذه قناعه وحقيقه ثابته، وواحد ما يبدا يزيد وينقص في الوطنيه تاع الاشخاص، لكن هذه حقيقه ثابته. نعم، انه ماهيش نفس المعامله. لذلك اعتقد بانه يا اما يمهد للتوقف الدولي، يا اما الفيسي افيك لونترينور بيتكوفيتش، وهنا على المدرب ان يكون ترونشون، ما حبيتش ما جيتش، ما عندكش عذر، اوكي توقف، لا يمكن بناء. انا كنت تحدثت قبل فتره، حاله محرز لا تشبه حاله صلاح ميدو، لا اعتقد. كنت تحدثت قبل فتره قلت لا يمكن بناء سفينة جديدة بحطب قديم. اليوم حتى فيها أخبار عن أنه الناخب الوطني يفكر في منح شارة القيادة لإسماعيل بن ناصر ليكون القائد، وأنا كنت تحدثت على هذا الأمر منذ السنة الماضية بأنه إسماعيل بن ناصر سي لو كابيتان أديكوا بور سيت سيليكسيون، ونش ننتقدوا محرز، أنا واحد من أبرز المعجبين بمحرز، لكن لما نتحدث على مصلحة المنتخب الوطني فهي تمر قبل أي لاعب وقبل أي اسم وقبل أي مدرب.